يا فندم، صباح البسمة وصباح العمل. كل سنة وأنت طيب وكل أهالي الأقصر بألف خير. وتحياتي للدكتور وتحياتي لأحسن فريق إعداد وأحسن قناة الشعب المصري. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. سؤال حضرتك إيه؟ سني 56 سنة. تمام. وعندي حساسية مزمنة من أنا وعندي 14 سنة. ألف سلامة. كلت الغلطة حتة لحمة بيضة بس غلطة. بتلقى حموت إلا بهذا النفس اللي هو اللي بيقدر يحكوه بالله. أي نوع من اللحمة يا حاج؟ الدكتور يفهم. أي نوع من اللحمة؟ أي نوع من اللحمة؟ أي نوع من اللحمة البيضة؟ اللحمة البيضة. قصدك اللحمة البيضة إيه؟ سامة فراخ ولا فاخ؟ لا لحوم. لحوم. لحوم بعض وجاموس يعني؟ آه، والفراخ برضك لو أكلت حتة بيضة برضك. طيب خليك معايا. ربنا يديك الصحة يا حاج رجب. شكرا لتليفونك. طرح الموضوع ده. اتفضل. من ضمن الفئات اللي إحنا بننصحها تمنع، في ناس ممنوعة من اللحمة، ده مرضى الكبد اللي هم بيغمى عليهم مفيش لحمة خالص، لو هو بعد ما يخف ياخد حوالي مرضى الكبد. مرضى الكبد في ناس عندها فشل في الكبد بيغمى عليهم وقدام نوع من اللحمة خالص، وبعد ما يخف ان شاء الله ممكن ياخد 40 جرام بس. يعني بعد ما يخف اللي هو تقصد حضرتك بعد ما يخف من الغيبوبة دي او الغيبوبة. مرضى الكلى برضه لا قليلة جدا برضه، ناس بقى عندها حساسية اللحمة وناس يقول لك مش نادرة، موجودة هذه اللحمة بنقابلها في حياتنا وبتأخر شوية في التشخيص. والمهم قوي انها ممكن تيجي ازاي؟ ممكن تيجي بحساسية انف او حساسية صدر او حساسية عين او حساسية جلد او اثنين فوق او ثلاثة او اربعة. المهم ان هو كويس ان هو عارف، برافو الشعب المصري، انا عارف ان هو بيفهم بسرعة والحمد لله عارف ان هو. احنا هنعمل ايه بقى؟ انت عندك حساسية اللحمة هتمنعها، مش هنمنع اللحمة بس هو كمان اللحمة بتاعت الدجاج دي حاجة تانية. عنده حاجتين، عنده دجاج وعنده لحوم ثدييات اللي هي الاربعة، يبقى هنمنع البقر، هنمنع الجاموس، هنمنع الماعز، وهنمنع الخراف والجلد والكلام ده 6 شهور على الاقل ونشوف. وهنمنع كمان الطيور سواء بطه فرخه ولاده، وكمان البيض بتاعها. ساعات كتير بدايل بالنسبه له عنده بحر يبقى اسماك وبقول. اسماك؟ اسماك وبقول. واللي بيسمع الكلام بيمنع فعلا بتحسنهم كتير جدا. اما اذا فشلنا بقى في طريقه ثانيه، عادي برمجه الجهاز المناعي على الحاجه اللي احنا بنمنعها ونبتدي نعرضه للحوم دي بتركيز صغير جدا، نزود يوم واثنين ثلاثه لحد مركز التركيز. هل ليها علاج كيميكالز ادويه؟ طبعا الادويه بنستخدمها كعلاج للاعراض والمضاعفات الموجوده والبعد عن الازمات، ولكن العلاج الحديث بقى اللي هو علاج الاسباب ده هو بيعتمد على الامصان، هي التطعيمات بتتحضر بتصرف في الجامعات اقسام الحساسيه، ودي على حسب البلد بتاعتي كانت عندي حساسيه.